المنقوشة. لما نقول حكاية وحكواتي ما فينا نتخيله إلا باللبس العربي وقاعد بزاوية مميزة من زوايا القهوة. إيه القهوة، المكان اللي كان إله ولسه إله دور كبير بالحياة اليومية للسوريين بسبب ارتباطه بالذاكرة الجماعية للناس. بتتذكروا وقت حكيت لكم عن قهوة النوفرة بالشام؟ حلو، كتير حلو. اليوم رح أحكي لكم عن قهاوي حمص، خليكن معي. اشتهرت مدينة حمص بكثرة القهاوي فيها، وكانت جزء ما بيتجزأ من نسيجها الاجتماعي، وكان لها دور كتير كبير بالتحولات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية يلي عاشتها المدينة بالقرن الماضي. كان عدد القهاوي بمدينة حمص حوالي 40، شي برات السور مثل قهوة المنظر الجميل غرب سينما حمص، وقهوة الزهراوي شرق باب تدمر، وقهوة بيهم على طريق حما مكان بناء قصر الحمرة الحالي، وشي كان جوات السور مثل قهوة الحمام بحي بني الاسباع، وقهوة الدباغة بالحسبة، وقهوة النصارى بزقاق بني فركوح، وقهوة الجمرة قريب من مقام أبو موسى الأشعري، وقهوة باعوصة، وقهوة صليبة العصياتي، وصارت تنقص القهاوي تدريجياً لحتى ما ضل منها غير قهوة الروضة وقهوة الفرح ليحكوا لنا عن تاريخ القهاوي بهي المدينة. مقهى الروضة الأثري أو قهوة الروضة هي من أشهر المقاهي، مو بس بحمص وبسوريا كلها، وكانت بمطلع القرن العشرين ملتقى النخبة من المثقفين ورجال الفكر والسياسة، وشهدت هالقهوة أول لقاء بين الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب وأهل حمص، هذا الحكي سنة 1930، وكمان ألقى فيها الدكتور طه حسين عميد الأدب العربي محاضرة عن الشاعر ديك الجن الحمصي بأربعينيات القرن الماضي. وعلى مسرح الروضة قدموا كتير من الفنانين والمشاهير مسرحياتهم وأعمالهم الفنية مثل يوسف وهبي وإسماعيل ياسين، نجيب الريحاني، بشارة وكيم، صباح ونجاح سلام وغيرهم كتار. ومو بس هيك، شهد هذا المقهى كمان معظم التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يلي مرت فيها سوريا خلال القرن الماضي، خاصة انه معظم رواده كانوا من رجال الادب والسياسة. ومع شفات فنجان القهوة ودخان السجاير كان جزء كبير من تاريخ هي المدينة عم ينصاغ وينكتب، مثل اجتماعات الناشطين ضد الانتداب الفرنسي يلي كانوا يعدوا بالقهوة ويرتبوا نشاطاتهم المناهضة للانتداب من مظاهرات واعتصامات ومناشير وغيرها. هذا الشيء خلى سلطات الانتداب الحاكمة بهداك الوقت تسكر المقهى أكثر من مرة. وبعد استقلال سوريا رجع مقهى الروضة ليراقب الأجواء السياسية والاجتماعية والاقتصادية وتطلع منه الآراء المختلفة لتنتشر بالشارع وتصير على كل لسان. أما من ناحية البناء فبتتميز قهوة الروضة بقسمها الشتوي بتصميمها المعماري على نمط دور الأوبرا العالمية، إن كان بأدراج الرخام أو البلكونات اللي أخذت شكل نص أوس، أو الشبابيك أو المشربيات والأقواس القوطية العربية، وغيرها من البصمات الحرفية يلي تلائمت مع ذاكرة حمص الجمالية أم الحجارة السود. وبالسنين الأخيرة دخلت بعض التغييرات ومظاهر التجديد على مقهى الروضة، بس ضل المقهى الشتوي محافظ على نسيجه المعماري بأعمدته الرشيقة، أقواسه البديعة، وحيطانه المزينة بصور فوتوغرافية نادرة لمعالم من مدينة حمص ترجع لبدايات القرن الماضي. والقهوة الثانية يلي ارتبطت كمان بتاريخ حمص هي قهوة الفرح
القريبة من قهوة الروضة مقابل ساعد كرجية حداد الشهيرة. وانبنى هذا المقهى ببداية القرن الماضي مثل ما بتقول اللوحة الحجرية المثبتة على الواجهة الخلفية للمقهى. ورغم أنه التصميم المعماري لهذا المقهى بسيط وعفوي، بس هو الثاني كمان لعب دور مهم بالحياة الاجتماعية للمدينة، وعاصر هذا المقهى دخول الفرنسيين لحمص. ووقت الجنرال ديغول زار بلدية حمص وثكنة الدبوية، ألقى خطاب عن واجهة المقهى، وبيحكوا الكبار بالعمر أنه وقت ديغول ألقى الخطاب طلعت متظاهرة حمصية اسمها كوكب وصارت تسبه، بس هو كان عم يبتسم لأنه ما فهم عليها شو عم بتقول. وكمان هالقهوة ارتبطت بأسماء كتير من المشاهير بهداك الوقت، ومنهم شعراء حمص: أحمد الجندي، عبد الرحيم الحصني، رفيق فاخوري، والأديب الكبير محي الدين درويش. ومن المطربين عبد الغني الشيخ، علي العريسي، فتحية أحمد يلي غنت فيه سنة 1931، والمطربة إنصاف منير، ومطرب حمص الشهير نجيب زين الدين، وعبد الرحمن الزيات. وكمان ارتبط اسم المقهى بعدد من ثوار حمص على الاحتلال الفرنسي يلي كانوا يتخبوا فيه، ومنهم خيرو الشهلة، نظير نشيواتي، عمر المجرس، والحاج مصطفى رمضون يلي كانوا من أبرز مناضلين المدينة ضد الاحتلال الفرنسي. وبالسنوات الأخيرة حاولوا بعض المتنفذين هدم هذا المقهى ليبنوا محله منشآت عمرانية حديثة، بس أهل المدينة وقفوا وقفة معارضين من هذا المشروع وحافظوا على المقهى يلي بيحتفظ بريحة ماضيهم. وهيك ارتبطوا هدول القهوتين، قهوة الروضة وقهوة الفرح، بتاريخ المدينة السياسي والاجتماعي والاقتصادي. هي المعلومات يلي خبرتكن ياها اليوم مأخوذة من كتاب معالم وأعلام من حمص لمؤلفه خالد عواد الأحمد. المنقوشة.